تلفزيون الصويرة. عدنا وياكم وحلقة جديدة من برنامجنا الرياضي. اليوم ضيوفنا الكابتن الرياضي محمود غرقان. أهلا وسهلا بك أستاذ. وأيضا ضيفنا الأستاذ حمزة حسين حسن. أهلا وسهلا بك. طبعا أعزائي المشاهدين نرجع إلى الأستاذ محمود غرقان. استاذ رايد انك تعرفنا عن نفسك، تعطينا نبذه عن سيرتك الذاتيه، بداياتك. انا العداء الدولي محمود غرقان، احد ابطال العراق المسافات الطويله. بدات رياضه العاب الساحه والميدان في عام 1972 73 في المدارس الابتدائيه في مدرسه ليرمو، وكان معلم الرياضه الاستاذ خضير سلمان شقيق حمزه الخياط في قضاء الصويره، وشقيق الأخ عباس الله يرحمه وأنا، وهو الآن في لندن أستاذ خضير. فكنت أول ما بديت أركض 400 و800 زائدا بريد 4 في 400، فكنت في المدارس الابتدائية مسيطر أول. بعد إنهاء المدرسة الابتدائية انتقال إلى متوسطة الصغار، كنت أسابق على مستوى التربيات محافظة وسط أيضا أجاول 400 و800. بعدها مراكز شباب كانت في ذاك الوقت، كان الأستاذ ماجد الله يرحمه أخذنا حتى عدة بطولات مراكز شباب واسط، أيضا فعالية 800 يجي أول، فالحمد لله برزت. بعد التحاقي بالخدمة العسكرية صار اختبار عندنا، فبرزت كعداء على مستوى الجيش، فمن عدها التحقت بالأندية، مثلت عدة أندية، نادي الجيش، نادي الشرطة، نادي الحدود الرياضي، نادي الزوراء الفترة الأخيرة اللي حد الآن من كان أحد أعضاء الهيئة الإدارية أو صار يمكن رئيس الهيئة الإدارية الفنان دكتور فاضل خليل. وقع الهوية مالتي، لحد الآن الهوية مالتي موجودة عندي بالبيت، الهوية مال نادي الزوراء. وبعدها التحقت من عام 86 فما فوق، مثلت منتخب العراق الوطني، يعني برزت على مستوى العراق وحققت انجازات كثيره على مستوى البطولات خارج العراق وداخل العراق. اصبحت انا بطل العراق، سيطره كامله من عام 86 87. فالبطولات الدوليه صارت بطوله مجلس التعاون العربي، كانت قبل بصراحه تسمى البطولات الدوليه باسم داخل العراق باسم بطوله صدام الدوليه، بعدين تغيرت صارت بطوله بغداد الدوليه، فاحرزت عدة ميداليات. نرجع إلى الكابتن الرياضي الأستاذ حمزة حسين. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بك أستاذ. أهلا بك الله يسلمك. رايدينك تطمن نبذة مختصرة عن سيرتك الذاتية، عن حياتك الرياضية، شلون بديت؟ والله بدايتي يعني بداية أي رياضي يعني من المدارس للفرق الشعبية. انضميت لفريق الجبهة، فريق الجبهة يعني ذو سمعة كبيرة على مستوى العراق، يعني مو فقط محافظة واسط. فدرجنا بعدها رحنا اختبارات بالأندية. كان الرياضي بذاك الوقت يعني متعدد المواهب، يعني شوف مثلا لاعب كرة القدم ممكن يشارك بساحة وميدان، يمكن يشارك بألعاب أخرى كرة السلة. فكانت بذيك الفترة، فترة السبعينات، يعني الساحة الرياضية متخمة بالنجوم، يعني كان المنتخب الوطني يعني المدرب كنا نقول الله يعينه، يعني عنده 10 مهاجمين كلهم مستوى واحد، كذلك يعني خط الوسط خط الدفاع. فوجهوا دعوة آليات الشرطة بكتها، وأنا كان عمري يعني أقل شوية من 17 سنة، يا دوب يعني متناوش ل 17 سنة. رحنا اختبار، اللي اختبرنا الله يذكره بالخير كابتن شاكر اسماعيل لاعب آليات الشرطة ومنتخب العراق. فكانوا المقدمين هواية صراحة، وأنا كان يعني واحد من ضمن الآليات، لاعب آليات الشرطة من أهل الصويرة. فقال لي أنت خوش موهبة، لازم تجينا لآليات الشرطة. فسووا بذيك الفترة فكرة يعني عندهم ظل الآليات حتى يصير رافد للخط الأول آليات الشرطة. فالحمد لله يعني اجتازيت الاختبارات وتم قبولي، وكان بالصدفة وياي عدنان كاظم والد اللاعب علي عدنان كاظم لاعب المنتخب الوطني. فأخذوا أوراقنا وودونا
للشخصية الرائعة محمد نجيب كابان، الشخصية الرياضية كان هو مدير الآليات، يمكن يعرف أستاذ محمود. فيعني تم قبولي وبقيت فترة قليلة بآليات الشرطة، فكانت المسافة بين بغداد والصويرة يعني مسافة بعيدة، صعوبة التنقل، وأنا يعني بعدني كنت طالب وصغير بالعمر يعني يا دوب 17 سنة، فأهلي ما وافقوا يعني على أنه تروح البغداد. أروح البغداد، بقيت بالصويرة. بقيت بالصويرة يعني، خصوصا الوالدة قالت أنا أروح للوزير، هي بكيتها كانت تحسي تقول له أروح للوزير خليه يعفيك من هاي الشغلة. شكرا لك أستاذ حمزة. نرجع ويا الرياضي الكابتن محمود غردان. كابتن عندك مشاركات دولية خارج العراق؟ نعم، عندي بطولات من كان بروزي على مستوى العراق عام 1984-85، برزت على مستوى العراق فحققت إنجازات كثيرة. من ضمن هذه الإنجازات على مستوى داخل العراق عندي ثاني أفضل رقم عراقي بفعالية 10,000 متر اللي هو 30-12، هذا كان بعد رقم عداء سلام الدكتور سعد الناصر كان عنده 30-7، أنا حققت ثاني أفضل رقم عراقي 30-12، فعالية 10-5,000 متر عندي 14-27 ثانية، 14 دقيقة 27 ثانية، يعني من أفضل الأرقام على مستوى العراق. فمن كان بروزي دخلت معسكر تدريب الأولمبيا سيول عام 1988، حققت إنجازات داخل العراق، بطولة دولية، بطولة مجلس التعاون العربي صارت داخل العراق ميدالية فضية، بطولات دولية أقيمت في محافظة نينوى، تقريبا ما يقارب 4 إلى 5 ميداليات بين متنوعة بين فضية وبرونزية، بطولات دولية معترف بها الاتحاد الدولي، واللي هسه الآن الحمد لله أنا معتمد من الرياضيين والرواد على مستوى العراق، وأنا بدون مبالغة واحترامي إلى إخواني في قضاء الصويرة، يعني أنا الرياضي الوحيد هنا من الصويرة من ضمن الرياضيين والرواد. نعم، فبعدها صارت مشاركة بطولة العربية قيمت في دولة الإمارات العربية 1990 حسب ما أتذكر يعني التاريخ بالضبط، فأحرزنا أنا وزملائي الميدالية الفضية على العرب بعد الفريق المغربي، وبعدها صارت بطولة دولية نفس الشيء البطولة العربية بليبيا أيضا 91 أحرزنا المركز الخامس، لكون ما كان عندنا استعداد قوي في هاي الفترة، وشاركت ماراثون دولي في فرنسا، وشاركت في بطولة دولية أيضا في تركيا، وبطولة كان لقاء ودي كنت أمثل نادي الزوراء أيضا في الأردن عام 1991 أو 92 يعني بالضبط. نعم، وحققنا أنا أذكر يعني أهم الإنجازات اللي حققناها على مستوى أندية العراق، أنا عدة بطولات ماخذ يعني من 85 لحد 93 اعتدالي، أنا سيطرت على العراق بالنسبة للمسافات الطويلة، فركضنا ماراثون في مدينة كربلاء لحد الآن ذكرها أنا وزميلي كريم خضير من محافظة واسط وحسين علي عريان الله يرحمه أيضا من محافظة واسط، فأخذنا المركز الأول على العراق. فبذاك الوقت ولحد الآن يذكرني به الأخ كريم اسكندر هو اللي أسر رئيس الاتحاد الفرعي لكرة القدم، تحياتنا له، فذكرني به قبل فترة الصحافة كتبت علينا قالت اليوم يوم محافظة واسط، يعني جينا أول إحنا الثلاثة، كريم خضير كان رياضي يعني رياضي مرموق وعدام عنده بطولات حتى على مستوى آسيا مشاركات يعني رياضي بطل يعني من الأرقام العراقية بصراحة، الآن المسافة الطويلة هي كلها باسمه، هو يجي أول أنا يجي الثاني حسين علي عريان يجي الثالث، فإحنا ثلاثة نمحت طب بيناتنا يعني من عموم عدائي العراق، فهذا ذكره في ذاك الوقت اليوم يوم محافظة واسط. شكرا لك كابتن. نرجع ويا الكابتن حمزة حسين. كابتن عرفنا، أنت عرفتنا بحضرتك، أريد مشاركاتك الدولية خارج العراق وداخل العراق، وش عرفنا عليها؟ والله الحقيقة يعني خارج العراق ما سنحت الفرصة، لأنه ذكرت يعني كانت الساحة
ثقيلة ذاك الوقت يعني في الهجوم. بس شاركت منتخب واصل، شاركت يعني تمت دعوتي من نادي الجيش بالفترة في الخدمة العسكرية، لعبت الفرقة الثانية، وأيضا هم تمت دعوتي لنادي كركوك كان يشارك في الدرجة الأولى الدوري العراقي. صراحة مريت يعني باختبارات هواية يعني للأندية، تمت دعوتي يعني قبل كان كابتن الصناعة الله يذكره بالخير قاسم أبو حمرة، فشاركت هواية يعني من الدوري، شاركت يعني فرق الجيش، شاركت فرقة قوات نصر الفرقة العاشرة كان هو يعني منتخب العراق بوقتها، يعني كل نجوم العراق اللي يخدمون عسكرية يروحون للقوات نصر الفرقة العاشرة، وأنا كنت واحد من ضمنهم. وبعدين أنا يعني حقيقة كملت يعني مسيرتي بكركوك، شاركت يعني كركوك أكثر من الصويرة. أكيد الصويرة يعني من نصير دورات أو لعبات المنتخب المحافظة أجي ألعب المنتخب المحافظة، ويبقى الأساس المصيرين يعني في الجبل. إذن أعزائي المشاهدين نأخذ فاصل ونعود. المشاهدين كابتن عندك في شيء تذكره؟ والله نعم، احنا انا بالنسبه لي مدرب في منتدى شباب الصغيره ونادي الصغيره الرياضي، احنا نعاني من مشكله بالاخص عدائين المسافات الطويله، لازم يكون من الريف لان تلقى لياقته البدنيه كامله، فمن تجيبه وتتعب عليه تعلم ستايله، تعلم الاحساس لازم تدور بيه شفوتها، فمن داخلها ويبرز. احنا تدرينا كله فات عمريه، من يبرز ويصعد على مستوى الشباب ويكبر راح يطلع يروح يشتغل، فلان ماكو هناك دعم. هاي واحد. وشيء ثاني، احنا بالنسبه لنا الرياضيين الرواد معدودين على مستوى المحافظه، فجانا تكريم بس حسب الضوابط، يعني تكريم قطع اراضي سكنيه، فاحنا استلمنا في وقت صدام حسين، يعني في وقت ذاك الوقت من استلمنا القطع بعناهن، يعني قطعة ما تساويها كيس طحين، يعني أنا هاي عدة مرات حتى في لقاء بأحد القنوات ذكرته، بعتها ب45,000 دينار. فس احنا الناشد السيد محافظ واسط المحترم اسوتن بباطل، تحياتنا للسيد محافظ واسط انه يسمع هذا النداء من الكابتن محمود. احنا العدد مالنا ما يتجاوز بالنسبه للرياضيين الرواد على مستوى العراق اللي نشمله بهذا القرار مجلس النواب ومجلس الوزراء، يعني ما يقارب اقل يمكن من 50 رياضي على مستوى المحافظه، فمحافظ النجف الرياضيين الرواد كانوا مستلمين في ذلك الوقت، اعطاهم كل واحد قطعه ارض سكنيه، عده محافظين حسب صلاحياتهم انطوا، فاحنا ما استلمنا. والله احنا استلمنا، يعني انا دائما اذكرها، من استلمنا القطع مالتنا، يعني أنا بحي السلام بأبعد منطقة يعني وجهة على سيد الربيع، بعتها ب45,000 دينار، يعني تعادلها بذاك الوقت بال 93 94، والكل اللي يذكرون وقت الحصار 45,000 دينار كان يلا جيب لها كيس طحين. فإحنا الناشد السيد المحافظ، وإحنا العدد مالنا قليل، يعني ما يتجاوز 50 رياضي رائد على مستوى المحافظ. زين، ذكرت أنه انت مدرب في منتدى شباب الصويره. نعم، ونادي الصويره الرياضي. زين، عندكم دعم
يعني تجهيزات رياضية للاعبين لكم؟ والله قبل كان اكو دعم، يعني نادي الصوره يدعم، وصار عندي مركز تخصصي ايضا، انا مدير مركز تخصصي العاب قوى، انا مدير منتدى شباب الصوره، كان اكو دعم من قبل الوزاره. بس هسه صار فتره كم سنه اي دعم ماكو، يعني احنا بدنا نعتمد يعني على، انا جاي اعتمد على طاقتي يعني. واكثر شيء هسه انا اختصرت التدريب تقريبا، بس عندي ابني يرمي قرص، يعني الان دا يجي مستوى ناشئين، مستوى على العراق ثالث رابع، ثالث رابع، مستلمه انا جاي شو اسمه اصرف عليه. والرياضيين قلت لك يعني الرياضي من تجيبه وتتعب عليه وهذا ويكبر ويروح يشتغل، فماكو دعم يعني بالمستوى المطلوب، لا شكرا. من النادي ولا من المنتدى ولا من نعم اي جهه. شكرا لك كابتن محمود. نرجع إلى كابتن ضيفنا العزيز الأستاذ حمزة حسين، عندك فد شيء تعبر عنه؟ احكينا يعني فد شيء تذكره. أني حقيقة يعني أثناء فترة الخدمة العسكرية اللي يعني خدمت في كركو، يعني شنو في الألعاب، كانوا وياي لاعبين من المنتخب الوطني، أخذوهم احتياط، يعني مثل هادي أحمد، قاسم أبو حمرة، تحياتنا لهم. تحياتنا لهم، لاعبين يعني هواية، يعني شكلنا منتخب، يعني فريق سميناه منتخب العراق. يعني رحنا بوقتها نادي الثورة كان يلعب درجة أولى، ما يعني ما لعبوا يعني، بس لعبنا ويا منتخب كركوك. ف حقيقه يعني انا اخذت اشاده من ما يستر خط الوسط مال العراق هادي احمد، قال يعني بوقتها قال لي اتمنى انت بالبصر، يمي بالبصر، يعني انت شلون ما تلعب يعني بالدوري الممتاز، شلون ما تلعب هذا. وكذلك علي حسين ابو الشرطه وقاسم ابو حمر، وانا كنت بثلاثنا يعني بطل كركوك بالمئة والمئتين من ساحة الميدان بفريق الصدفة. يعني الصدفة اذكر لنا هذا الموقف بالصدفة اللي صار كان احنا تمرينا بملعب الادارة المحلية بكركوك. فذاك اليوم كان تصفيات مال منتخب المحافظة ساحة الميدان، فقال لنا يا انتم اهل الطابة صعدوا فوق اليوم اوف استراحة، يعني استراحة اكو تصفيات. فصعدنا فوق على المدرجات، يعني ورا شوية صعد لي العداء فيصل جاسم كان بطل العراق، طبعا تحياتنا له، تحياتنا له بالعشرة آلاف والخمسة آلاف. قال لي نادي سولاب كركم محتاج واحد يركب مية. قلت له أنا شنو علاقتي بالموضوع، يعني أنا لاعب كرة قدم، يعني مو ساحة ميدان، مو ساحة ميدان. قال لي لا بس كمل عدد، والأستاذ عدنان رايدك، يعني المهم شاركت طلعت اول عد بالتصفيه. وانت مو اختصاصك والاول اختصاصي، طلعت اول على المحافظه، على المحافظه، على المحافظه. نعم. وجابوني مره ركضه اللخ على ال 200، هم طلعت اول، همين الاول طلعت اول. يعني استمريت انا حقيقه، وشاركت بطوله الجمهوريه بالسنه 78، وتدرون يعني ابطال سامي الشيخ الهيثم الندين الله يرحمه وسعد الله هاشم، دول ابطال العراق بالمئة والمئتين. نعم. يعني انا كانت يعني مشاركتي وياهم ايام الاخيره مال العسكريه، يعني ويا التسريح جدي. نعم. فنتيجتي كانت حقيقه خامس على العراق، واني اول مره اركض بملعب الشعب بطوله العراق. نعم. يعني تصور اني بين هيثم نديم وبين سامي الشيخ لي وسعد الله هاشم، واول مره اطب للملعب وطلعت خامس على العراق. شكرا لك. قبل ختام حلقتنا يرافقنا الضيف الدائم مشجع نادي القوة الجوية المتعصب أبو نصير، أهلا وسهلا بك أبو نصير. حد كلمة بحق الرياضيين أبو نصير توجه. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للرياضيين الكابتن محمود غرقان والكابتن حمزة حسين، محمود غرقان عون متابعه كعداء دولي مثل العراق، وافتخر به انهم من مدينه الصويره وصديق العزيز من زمان، ولقاءاته كنت اقراها بالصحف دائما، واخبار كنت اتابعها لان انا كنت جرائد اشتري على مود الرياضه، احب الرياضه. وبالنسبه للكابتن حمزه حسين اشادوا به منتخب العراق، صار معسكر تدريبي، كبار لاعبين كنت اقعد وياهم واحكي وياهم، وخصوصا اللي يشجعون الجويه واللي يلعبون للجويه من ضمنهم هشام مصطفى. فالكابتن حمزه حسين
فالصورة مشرفة للصويرة والمحافظة واسط بمدينة كركوك، يسموه الورقة الرابحة، الورقة الرابحة. وشفت المدرب مالهم يقول لي انت جبت لنا لاعب صدق تتفاخر به، فاللعبات اللي لعبها كلها انا كنت احضرها في سبيل التشجيع. شكرا لك ابو نصير، شكرا للاستاذ محمود غرقان الكابتن، ضيف شرف اليوم علينا، اهلا وسهلا بك. ايضا شكرا لك استاذ حمزه حسين. أعزائي المشاهدين، إلى هنا انتهت حلقتنا لهذا اليوم.